الحمد لله ليسونسيال لا كاليفيكاسيون ما جاتش بالساهل، جات بشق الانفس، وكما نشكر الجمهور هذا اللي جا اليوم اللي سادنا 120 دقيقه، والحمد لله ان شاء الله نلعبوا النهائي ان شاء الله مع ضد الجيش الملكي ان شاء الله نفوز عليه. اخويا كيما قلت لك الجمهور عباره هو كلش في النادي هذا. اخويا نقول لهم نشكرهم على الحضور تاعهم في كل مباراه، وان شاء الله يقعدوا يساندونا ان شاء الله حتى النهائي. الحمد لله مباراه ما كانت سهله امام خصم الكل كيعرف ان مولوديه وجده بالتاريخ ديالو، كنظن ان فريق مولوديه وجده عنده تاريخ كبير، جاء اليوم باش قدم مباراه في المستوى. حنا كان علينا واحد الضغط شويه، لا سيما كنا كنفكروا في الاحتفال اكثر ما كنا كنفكروا في يعني في المباراه. بصراحه هنيئا لنا بهذا الفوز، ان شاء الله ان شاء الله نمشيو النهائي، نعطيو كل ما عندنا ان شاء الله باش نحاولوا نديروا هذا الموسم تاريخي اللي يبقى في الخزينه ديال الفريق هذا اللي يستاهل كل خير. تبارك الله على الجمهور العظيم، كل صراحه اليوم ما بخلش علينا المجهودات ديالو طيله 90 دقيقه، رغم اننا كنا منهزمين بقى مساندنا الحمد لله حتى لاخر دقيقه. هذا الفوز هذا كنهديه له، ونتمنى ان شاء الله مزيد من الالقاب ونزيدوا نفرحوه ان شاء الله.